سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. نهاية العالم كيف تحدث عنها القرآن الكريم؟ هنالك العشرات من المحاضرات والكتابات والمقالات أن نهاية العالم كانت سوف تحصل في عام 2012، لكننا ما وجدنا من ذلك شيء. القرآن الكريم، دعونا نتفق في البداية على أنه كتاب سماوي. هنالك العشرات من الأدلة داخل القرآن الكريم على أنه كتاب سماوي وبامتياز. أولاً، تحدث القرآن الكريم من 1400 عام عن الذرة وأصغر من الوزن الذري. القرآن الكريم قال بسورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن العدل يوم القيامة سيكون بالوزن الذري، لكن القرآن الكريم لم يكتفي بذلك، قال: ولا يظلمون نقيرا. المنطق أن الله يصغر ولا يكبر. بعد عام 2000 ثبت في اليابان أن كل فوتون ضوئي هو كرة فارغة بداخلها جسم أصغر منها بمئة مرة يسمى الكوارك. هذا الكوارك فعلا لا يدور ضمن فلك، لكنه يتحرك بحركة اهتزازية مستمرة، وكأنه ينقر نقرا مثل الكرة الصغيرة داخل الجرس. لذلك هذا هو النقير، أي أن الله لا يظلم أصغر من الذرة بمئة ألف مرة. لم يكتفي القرآن الكريم بذلك، ثم قال: ولا يظلمون فتيلا. وركز القرآن بعد ذلك على آية الفتيل حيث ذكرها بسورة الإسراء. ما هو الفتيل؟ ثبت حسب النظرية الخيطية الحالية أن هذا الكوارك أيضا هو كرة فارغة، وفيه حوالي 1000 خيط من خيوط الطاقة وبينها فراغات. فإذا كان الفتيل هو أحد هذه الخيوط، معنى ذلك أن الله لا يظلم أصغر من الذرة بمئة مليون مرة. هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يتحدث عنه قبل 1400 عام. الفيزياء في العالم حتى هذه اللحظة لم تتحدث عن فيزياء الليل. لا يمكن أن أدرس حرارة دون أن أدرس البرودة. إذن كيف أنا أدرس ضوء دون أن أدرس الليل؟ فالسؤال برسم العلم الحديث: أين فيزياء الليل؟ من الآية رقم 17 بسورة التكوير يمكن استخراج فيزياء الليل. الآية مكونة من ثلاث كلمات فقط: والليل إذا عسعس. نلاحظ كلمة عسعس مكونة من مقطعين لغويين: عسعس. هذا يعطينا فكرة عن الحركة الجيبية الاهتزازية: عسعس. هنالك عشرات الكلمات داخل القرآن الكريم لها نفس التركيب اللغوية، وكلها تعطي نفس فكرة الحركة الاهتزازية: زل زل. فالزلزال هو حركة جيبية اهتزازية. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أقوى من زلزل دم دم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إذن هزة شديدة القوة أكثر من الهزة الأرضية. فالليل هو مادة له وزن وله كثافة وله درجة حرارة. ماذا يعني كلمة ديسيبل نسبة إلى العالم ألكسندر غراهام بيل؟ فالديسيبل يعني 1/10 فيزيائية تسمى البيل، هذا مقياس الصوت ديسيبل. رتب القرآن الكريم مستويات الصوت من الأدنى وحتى الأعلى. بدأ بمرحلة الركز، هي أقل من 20 ديسيبل، فقال تعالى في سورة مريم: أو تسمع لهم ركزا. ثم انتقل إلى مرحلة الهمس، فقال تعالى: فلا تسمع إلا همسا. ثم إلى مرحلة النجوى السرية، فقال تعالى: وأسر النجوى، إلى أن وصل إلى مرتبة الكلام العادي، وتصعد حتى مرحلة الصيحة، فقال تعالى في سورة هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما أقوى من الصيحة فهي الصاخة،
قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. الملفت إلى النظر أن القرآن الكريم قبل 1400 عام رتب هذه المستويات للصوت فيزيائياً. لم يكن عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة عن مراتب الصوت، ولا عند الناس حتى ولا عند الصحابة الكرام. فكيف تحدث القرآن عن مستويات للصوت ظهرت في مرحلة العصر الحديث، مثل مثلاً صوت المدفعية، صوت الطائرات، إقلاع الطائرات؟ هذا لم يكن عند الرسول. هذا يؤكد أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي مبارك منزل من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم تحدث أن فوقنا يوجد 7 طبقات، لا 8 ولا 5 ولا 6. إذا نظر أي إنسان ولو عن طريق المنظار الفلكي لا يمكن أن يعد هذه الطبقات 7. بدأ عد الطبقات 7 بعد أن بدأ عصر الفضاء بعام 1957، عندما صعد يوري جاجارين السوفيتي في أول رحلة له في شهر نيسان إبريل. اكتشفوا أن فوقنا يوجد 7 طبقات. القرآن الكريم من 1400 عام قال: وبنينا فوقكم 7 شدادا، مبني فوقنا بناء، كل طبقة تغلف الطبقة الأخرى. من بين هذه الطبقات التي أقامت العالم ولم تقعده طبقة الأوزون، ومنها طبقة الأيونوسفير. إذا ثبت في عصر الفضاء أنه فعلا وعلى ارتفاع 400 كيلومتر فوقنا هنالك 7 طبقات من الغلاف الجوي. ففي الآية الأخيرة من سورة الطلاق ورقمها 12 قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ماذا يعني؟ أي من أرضنا الواحدة هنالك أيضا 7 طبقات من غلافنا الجوي. هذا الغلاف الجوي قال تعالى عنه: وبنينا فوقكم 7 شدادا. هذه اكتشافات بالعامية لا يمكن لبشر مهما بلغ من العلوم أن يتحدث عنها قبل 1400 عام. فالقرآن كتاب سماوي. بعد أن تأكدنا أن القرآن الكريم هو كتاب سماوي بامتياز، تحدث القرآن الكريم على أن نهاية العالم ستكون كالتالي: